السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غيكون مختلف على الفيديوهات كاملين اللي قبل، حيت اولا ما كاينش في كازا، وثانيا ما غاديش نديرو ستريت فوتوغرافي. هاد المره جينا نكتشفوا هاد المنطقه هذه، هنا فين كاينه الدار ديالنا في البلاد تمازيرت، اي كي اي تمازيرت. غندير بكم جوله خفيفه هنا، المهم جوله وفي نفس الوقت نشوفوا واش كاين ما يتصور في هاد البلاصه. يلا نخليكم مع الفيديو. وبلاتي بعدا قبل ما نكملوا الايديت ديال الفيديو، نسيت ما قلتش لكم وسط التصوار باللي هذاك دوار اي سعيد يوسف تابع لجامعة تسكتلت. غنخلي لكم في الجنب بلاصتو في المابس باش تعرفوا فين كاين بالضبط. المهم خليكم مع الفيديو، تشاو. انا فين كاين الدوار، الدوار اللي حدانا. هادو هنايا الطاقة الشمسية نورمالمون دارج، انا على وديت واحد البروجي ديال الزعتر. واش يبان لكم مزيان العيبات ديال السقي، مي مصدقش حيت كان الجفاف هنايا في واحد البيريود. واخا انا تيبان لكم الربيع، هاد الربيع غير ديال فصل الربيع. تمشيو وراكم الدار من الداخل. جوا هنايا لكم زيارة استكشافية. دي الطريقة التقليدية في البني شحال هادي، كشي كيتبنى بدل الحجر. شحال الفينيسيون، شو ندورو الجهة الأخرى. هذا اللي كنت واقف فوقه قبيلة فاش بديت الفيديو، البير كان بير. دابا رانا ناشف، كان نورمالمون البروجي اللي قلت لكم خص الماء يتجمع في البير المدير الشا، وديك اللي بدات تلقى الشمسية باش تعاود تخرج الماء من البير دوزو في التيوات هادو اللي لتحت وتسقي الزعتر. ساعة الزعتر مصدقش. دابا الوالد كده جيبوا جولة من الفاص. هو ماذا بعد الشجر ديال الأرقان بالنسبة له هو اللي ما عارفش. هذا هنايا سميتو انرار بالشلحه، الا ما عندوش سميه بالعربيه. انرار شنو الدور ديالو، هو ملي كانوا تيجمعوا الزرع دوك الحبات ديال دوك السنابل، ما عرفتش اش كيتسمى الصراحه، كانوا تيجيبوا وتيجمعوا داكشي هنايا وتيجيبوا الحمار وتيديروا ديك اللعيبه ديال الدرس وقال كيتسمى. داكشي كانش عندي مع الاجتماعيات باش كانوا يقريونا هادشي. المهم ديك اللعيبه دوك الاتاويش صافي فهمتوا ياك. شكرا. نديكم دابا لواحد البلاصه تاهي كنا تندوزو فيها العشيه باش كنا صغار، كنا دايرين واحد العالم خيالي ديالنا ديال البلاصه. تيبان لكم والو حجيرات، ولكن من هاد الحجرات وكنا حنا ما عرفتش كنا كنتخايلو الصراحه. انا على هذيك كنا كنتخايلوها موطور. الكوري القديم عرفت الصراحة دايرين هاد اللعيبة ديال الشوك، عيبات شو واش كاين ندوزو ليه ولا لا، ولكن نديرو الطريقة التقليدية كي ديال القفز الصور. بسم الله رجلي تخلي الشوك هدف صافي. المهم صافي دخلنا دغيا، فهمت؟ لا
الشوك هذا نورمالمون ماشي زعما من على قبل بنادم، حيت بنادم ما عنده ما يدير من هنا، هذا تيدار على قبل الحواله. تكون شي واحد سارح الحواله ديالو ولا المعز ديالو بحال تي بروتيجي لك البلاصه ديالك وصافي. شوفوا هنا شحال ما دخلت ليه حتى هنا من البلايص اللي كنا كنلعبوا فيهم، حتى اصلا الكوري قديم ولكن حنا ما كانش عندنا بزاف، كنا عقلش الصراحه جدا شي لعيبات ولا الحواله ولا ما كانش بزاف، سواء ما كانش مستغله الاسباس كامل. البلاصه ديال شي رينك تجيب معاك شي موديل، شكون يتطوع يجي معايا لهنا هكدا. ما وريتكم السقف تكنيك باش كانوا كيصايبوا السقف غير العواد ديال الشجر والطين من الفوق. ها هو من الفوق دي ما يسمى بأداكم، لكن هنا مع الشمس تكال كتصب عليه الشتا الشمس عواج عطو ليه شي صورة تا هو علاش. نلقاو ليه شي باك جراوند نديرو برودكتس فوتوغرافي، قلت لكم هاد الفيديو غيكون مختلف ما فيهش ستريت، نديرو برودكتس فوتوغرافي هنا كاع. كنا في واحد البيريود عاوتاني العملة ديالنا شناهي شي هي الدرهم، كنا كنتعاملو بزاف بهذا خاويين فيهم، كنا تنجمعوهم تقولي تنلقاو خاويين عمر كاينين بزاف، كنا تنجمعوهم ما يكونوش مهرسين بطبيعة الحال، خصهمش يكونوا مهرسين اما المهم كانوا هادو هما العملة ديالنا. ننهي الرحلة في هاد الكوري القديم، دوزو من هنا اصلا كاين واحد الباساج هنايا كما شفتو ولا كاع. سدو عليا الباب جرو عليا طلع السطاح. هادي كانت بيت الخزين، كنت كنعس بزاف في هاد البيت انا وولاد عمي ليه شفت محل الاولى ولا مسدودة شي كيسدو على قبل الغبرة والصوارت عنديش مسدودين. شي مسدود نطلعو السطح الاخر اللي فوق. هنير انا الفوق بدي يقول له كل اخرى البواطه هذه بحال ديك ديال جالاكسي ديال الشوكولاته عرفت شنو هادو غالبا كانو كيتستعملو تا هما تيدار فيهم السكر ولا اتاي. هادي هي اهم حاجه خصني ندوي لكم عليها، اللعيبه هادي قليل اللي غيعرفها قبل ما يدخل الطول اللي عندنا الدار تقدر تقول هادي هي التلاجه، حيت كانوا اللحم تيديروه قديد تدار لي الملحه وهادي تتحط في اللعيبه هادي. تو هي هادي الله خرج منا واحد بوبريس هرب سو اللحم كان كيتعلق هنا في المسمار هذا
صافي تنسدو عليه تنسدو عليه باش ميمشيوش ليه المشاش. وعلى هنايا دابا ولات مقموعة هنايا حدا الكرطونة ديال التلفازة. كلعبة ديال دخل الضو وجرى عليها. هادو هما دوك البلايص فين كنت قبيلة قلت لكم الكوري القديم. منين دخلت من ليه فاش خرجت من هنا عاودت دخلت من هنايا مش من الفوق. من الفصل الاخر الى كملتي الفيديو حتى لهنا شكرا بزاف. ما تنساش تخلي لي الراي ديالك في الكومونتير.